نهار ديالي صعيب بزاف. انت مرضتي بهذا المرض؟ شي 12 عام دابا. 12 عام وانت مريضه بهذا المرض؟ اه كانت عاديه بحال بحال الناس عاديه، ما كنمشي كندير كلشي دابا وقت كان كندير حتى حاجه، حتى اللي كيقلبوني هما اللي تيقلبوني باش نقلب بالليل، ما كنقدرش نتقلب حيت الطواليت هو كيدخلوني ليها، ما كنقدرش نوض، لما جروني من نوض ما تنقدر ندير حتى حاجه، ما كنقدر نديرها. دابا كاع وليت كاع كنترعد بزاف مرات كيجيني كنبقى كلي كنتعوج، ما كنقدرش كنزكا كلي كندير نعوج، فاش كادويه كدير لي شي حاجه خاص كيخدم ليا، كنقول لهم اللي كان شي مساعده يعاونوني. فاش يعاونوك؟ في هادشي ديال الطب، شي عمليه ولا المهم شي حاجه باش ندوز حياتي، باش نعيش اولادي، باش نكبر اولادي. بقى صغار انا وصل لي حتى ولدت ثلاثه الدراري، هذا وقع لي هادشي، كنعاني معاه بزاف، كنعاني الزوج ديالي تو كيعاني، العائله كلها كتعاني، كلشي لقاو لي جهد وانا صابره، اللي دار الله هي اللي غتكون. بطبيعة الحال باغا نتهاجس، يعني باغا نتهاجس كبر أولادي، حيت ما بقى عندي جهد لهادشي. 19 عام هو الكبير صغيورين وعنده 12 والآخر عنده 10، تما محتاجين ليا، راه كيشوفوني نيت هما اللي كيجروني بهم، كيكونش بهم هما اللي كيجيو كيدوني للتواليت، هما اللي كلشي، هما عندهم جهد ليا باش يجروني باش يعاونوني. العيلة ديالي نكون محسن يعاونوني، لا كان شي عيلاج يعاونوني، الله يجازيهم بخير ضروري. بغيت نصحتي يعني، بغيت صحتي ترجع ليا، قولي صافي خرجوا ليا الدواء اللي هذاك الدواء اللي كنشرب، ما بقاش كيدير لي المفعول ديالو، مابقاش كيقضي، مابقاش عنده المفعول، مابقاش كيقضي ليا كاع. دابا كاع اثر عليا بزاف الدواء، كيأثر عليا بزاف، كنشرب كنبقى كل كنتعوج، شحال من حاجه غندير لولادي ما كنقدرش، اي حاجه ما بغيتش قاليهم، كنبغي ندير لهم شحال من حاجه ما تنقدرش. يعني كاي ام كاي ام تنبغي نخرج ما كنلقاش كنخرج، الزنقه ما تنخرجش لها نهائي، نشوف الزنقه في ما كنقدرش، دا خرج الخايف لا نطيح، ما تنقدرش، كنوقف كنرجع من اللور. شحال مرة طحت في الأرض ما كيكون معايا حتى واحد، كنوقف كنوض بوحدي، شحال مرة توعدت. محسنين الناس اللي قادرين أنهم يعاونوك ويساعدوك باش تعالجي وباش ترجعي لصحتك لوليداتك، نطلب منهم يعاونوني، إلا كان شي حاجة ديال الطب يعاونوني بها، شي طبيب ولا شي محسن، أي واحد يتفكر في الحالة ديالك، أي واحد شي طويب ولا شي محسن يعاوني. 06 03 51 93 35.